مشاك زلاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوزيام اني كوليج، الحصة الأخيرة من الدرس ديال لي 4 اوبيراسيون سور لي نومبر راسيونيل. فهاد الحصة خوتي غنخدمو التمرين اللي كيتحط لكم في الامتحان، وهاد التمرين توصلت به من تلميذة شيماء مدينة مراكش اللي كنوجه لها التحية بهاد المناسبة، وطلباتني قالت لي أستاذ عافاك دير لنا التصحيح ديال التمرين، وأنا كنستجب للطلب ديالها وإن شاء الله كلشي غيستافد منه. هذا هو التمرين اللي كتحط في الإكزام بحال هاد الشكل، غيبدلو لكم غير الأرقام. خوتي قبل ما نبداو ما نساوش العدد رقم 1 في المغرب، العرض بسم الله وصلنا لفوج رقم 6 ابتداء من 10 دجنبي. شوف الفيديو إن التاريخ واصلك، راه التسجيل بدا في وجه رقم 6. سريع بالتسجيل، صيفط كلمة بسم الله في الواتساب، راه تلقى الهاتف لتحت باش تدخل مجموعة الواتساب، يكون عندك حصص مع الأستاذ ويكون عندك تواصل طيلة الأسبوع مع الأستاذ، وتاخذ لي سيرفيس وتستافد من البريباراسيون الامتحان. برنامج رقم 1 في المغرب متكامل بفضل الله عز وجل. يلا الشباب، ديروا خذوا الدفتر ديالكم وبداو تخدموا معايا ليكزيغ. الحلقة البارحة على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. سيس كالكولي، داكشي اللي عزيز عليكم ديال الحساب على بركة الله. دونك أول حاجة قبل ما نبدا الحساب دائما خصني نشوف العملية منين كتكون. دونك ردوا البال، هنا عندي الناقص، عندي لي كروشي، عندي الضرب. إذا الأسبقية لاش داخل الأقواس. دونك عندي هاد البارونتيز هما اللي خصني نسبقو، هادشي عادي وهادشي داخل الأقواس، وهاد لي كروشي راه ما غاديش نحيدهم. إذا على بركة الله غندخل هادشي داخل الاقواس ولي نخدمو. دونك بالنسبه اخوتي هنا غنوحدو المقامات، دونك العشره والخمسه راه باينه، غيتوحدو اخوتي على عشره. اوكي، دونك بالنسبه للاقواس ماش نحيدهم حتى يولي عدد واحد. دونك اخوتي هنا غنضرب هنا في جوج كيف راكم عارفين، وانا نضرب في جوج سي تري فاسي. هنا غتولي اخوتي ثلاثه، اربعه في جوج هي ثمانيه، ثمانيه زائد ثلاثه هي 11، غتولي 11 على عشره. صافي، يمكن لي نحيد الاقواس لانه ولا عدد كسري واحد. هادشي راه خدمناه بزاف ديال المرات الشباب، لان دي نومبر غاسيوني ما بغاش يسالي. هنا اخوتي الربعه والسته غنوحدو على ياش، غنوحدو على 12. صافي، دونك اخوتي غنضرب هادي في ثلاثه وغنضرب هادي في ثلاثه، ركزوا معايا. 7 في 3 هي 21، نضرب اخوتي هادي في جوج باش تولي 12، ونضرب هادي اخوتي في جوج، دونك غتولي 21 ناقص 10 هي شحال اخوتي؟ هي 11. ياك الا وقع شي خطا نبون عليه، 21 ناقص 10 هي 11. صافي، اي فوتو نبون عليها. اذا رجعوا للسطر، اذا 3 على 6 ناقص. دابا اخوتي عندي هنا خصني نوحد المقامات، دونك بالنسبه لل 10 وال 12 كيعجبني يكون كبير، نوحدو على 60 فقط. دونك اخوتي غنضربوا 10 في 6 ونضربوا هادي في 6، 12 اخوتي غنضربوها في 5 وهادي غنضربوها في 5. صافي، دونك 11 في 6 هي 66 زائد 11 في 5 هي 55 مضروبه في ناقص 3 على 5. صافي، نرجعوا دابا للسطر، سي تري فاسيل. ناقص 66 زائد 55 دونك 60 نبون عليها الشباب. صافي، اوكي، مضروبه في ناقص 3 على ياش اخويا؟ على 5. صافي الشباب، ردوا البال، عندكم تقولبونا الاسبقيه للضرب. اتونسيون، دير هاد النقيشه هادي ضروري، الا ما نقشتيش راه ما كاين والو. دونك الاسبقيه للضرب هادي نبعد منها خوتي. بالنسبه للضرب كيف ما تعلمنا في الحصه اللي قبل باش درنا الديفلوبمون، ناقص في ناقص هي زائد، دائما الناس المعلمين كيديفلوبي لو سين. صافي، ابخي خوتي غندير كسر كبير وغندير 121 في 3، ولتحت غندير اخوتي 60 في 5. صافي، ماغاديش نحسب، غنقلب انني نختازل. دونك اخوتي راه عندنا الاختزال هنايا، الا رديتو البال مزيان خوتي بالنسبه ل 60 راه من المضاعفات ديال 3، دونك 60 راه هي 20 في 3. صافي، وبالنسبه خوتي 121، 121 هي 11 في 11، دونك ما عندي علاش نفكها، ما نستافد والو. دابا غنحيدو فقط اخوتي غير هاد الثلاثه هادي، مع هاد الثلاث هذا هو الاختزال اللي عندي، وغتبقى لي اخوتي 3 على 6 زائد 121. 20 في 5 اخوتي، 20 في 5 راه هي 100. صافي، دونك الشباب غنزيد نختزل 3 على 6 نسيت ما نختزلها، نقسم اخوتي هادي على 3 ونقسم هادي على ياش؟ على 3. دونك اخوتي غتبقى لي 1 على 2 زائد 121 على 100. صافي، هادشي راه ديالكم راه باين. غنوحدو اخوتي على ياش؟ على 100. غنضربو اخوتي هادي في 50 باش تولي 100، ونضربو اخوتي هادي في 50. صافي، دونك غتبقى لي 50 زائد 121 اللي هي اخوتي 171 على 100. شباب، دونك بالنسبه ليكسبرسيون بي عاوتاني نشوف شنو فيها. دونك لاحظوا اخوتي هنا عندي اقواس، هنا عندي اقواس، غير هاد الاقواس قبل منهم ناقص، يمكنني ندخلها نحيد الاقواس. غير هنا اخوتي راه كاين الضرب، ما تشوفوا بلاصه خاوي عرفوا الضرب. يعني اخوتي غندير هنا سلم على باباك، سلم على ماماك، ديفلوبمون. كيف ما قلت لك الحصه السابقه، الا كانوا عندك اعداد كبار دير ديفلوبمون، كانوا اعداد صغار حسب هذا الشيء اللي داخل الاقواس. هنا تيبان لي اعداد شويه كبار، غنديروا ان شاء الله ديفلوبمون، واخا تيبان لي من البعيد ما غيكونش الاختزال، اذا تيظهر لي والله اعلم. غنحسب هذا الشيء الاول،
غنحسبها انا نسبق داخل الاقواس. علاش؟ لان ملي غندير هدف هذا ما يكونش اختزال، وهدف هذا ما يكون لا اختزال لا ما نستافدش، اذا غنحسب داكشي اللي داخل الاقواس. دونك على كل دابا نحيدوا بعد هاد الاقواس اللي هنا، هاد الاقواس ندخل ناقص، دونك الناقص يدخل على 5 على 4. هادشي اخوتي راه ديال الدرس الاولاني ناقص الدرس الثاني ديال لا سوم سوستراكسيون، يعني راه كيدخل يعني هذا بعد العمليه بوحده الا مسحت انا هادشي، هاد العمليه راه ديجا خادمينها. الناقص يدخل على هذا ويدخل على هذا، ناقص 5 على 4 زائد 7 على 12. بالنسبه اخوتي هنا عندنا الديفلوبمون، ولكن حنا غنحسبوا داخل الاقواس هو الاول، حيت كيف ما قلت لكم الا مشيتو ديفلوبيتيو اولي عدد كبير يعني ما كاينش اختزال، حيت قلت لك الحصه اللي فازت حاول تشوفها قبل ما تحضر هذه الحصه. الا بغيتي ديفلوبي خاصك تشوف الاعداد ما يكونوش صغار، يكونوا شويه كبار باش دير الاختزال، ولكن هنا واخا كبار ما كاينش اختزال، هدف هذا وهدف هذا ما تختزلش. اذا اخوتي غنوحدوا المقامات، دونك بالنسبه ل 4 و 6 راه غيتلاقاو اخوتي في 12 صافي. دونك اخوتي غنضرب هذه في 3 ونضرب هذه في 3 ونضرب اخوتي هذه في 2 ونضرب اخوتي هذه في 2 صافي. دونك 13 في 3 راه هي 39 ناقص 5 في 2 اخوتي راه هي 10 صافي. نمشيو دابا لهادي زائد ناقص 3 على 5، رجعوا اخوتي دابا للسطر. دونك 8 على 3 ناقص 5، دابا هادشي اخوتي غير غادي نكتبو ما ندير حتى شي حاجه، تنشوف شنو يخرج ليا هنايا. ناقص 5 على 3 ما نساوش اخوتي هنا كاين الضرب، 39 ناقص 10 اخوتي راه هي 29 على 12 صافي، زائد مع ناقص راه هي ناقص. اوكي دونك هنا اخوتي باقي عندي الضرب. دونك مع كل اسف يعني واخا خدمنا هادشي اللي لداخل ما كاينش عاوتاني اختزال هنا، اذا العمليه الارقام محطوطين بحال هكاك ما عندنا ما نديرو. اذا غنحسب هادشي صافي، ولكن تيظهر لي عاوتاني هادشي راه ممكن قادو. دونك غنجيبو هادشي قدامك 8. دونك اخوتي هادو كتبتهم الاولين، انا عندي اخوتي الضرب، دونك غندير الفوق في الفوق والتحت في التحت عادي. دونك 3 في 12 راه هي 36 صافي الشباب، 5 في 29 دونك 5 في 9 هي 45 احتفظ ب 4، 5 في 2 10 وديك 4 هي 14 صافي. دونك دابا اخوتي خصني نوحد المقامات، اذا تيبان لي 3 و 4 و 12 و 36 براسها غيتوحدوا كلهم على 36، انا نوحد كلشي على 36 بعدا راه ما كاينش الاختزال، ما كاينش اختزال وما كاينش اختزال وما كاينش اختزال، اذا غنوحدوا كلشي على 36 وهذيك 3 على 5 غنبعدوا منها، هاد ناقص 3 على 5 ما نهضرش معاها، وغنوحد السطر كامل على 36 صافي. دونك 3 فاش نضربها باش تعطيني 36 نضربها في 12، دونك 8 اخوتي جايه نضربها في 12، دونك 8 في 12 8 في 2 هي 16 ضرب 1 100 في 1 101 الاحتفاظ هي 36 في 9 باش تعطيني 36 و5 نضربها في 9، 12 اخوتي غنضربها في 3 باش تعطيني 36 و7 نضربها في 3، 5 راه غنخليها 36 ضربتها في 1 يعني غنضربها في 1 صافي. يلا نرجعوا، دونك 4 في 9 36، 5 في 9 اخوتي راه هي 45، 12 في 3 36، 7 في 3 هي 21 صافي، وناقص ديك 145 صافي الشباب. دابا غيبقى لكم غير الحساب، غنخلي لكم اخوتي هاد العمليه تكملوها ليا باش نربحوا الوقت. هادشي غادي تحسبوه سي طري فاسيل، غيعطيك واحد العدد على 36 ناقص 3 على 5، ابخي اخوتي غتوحدوا ما بين هذا وهذا، غيجي شويه كبير ما عندنا ما نديروا الارقام محطوطين، الاستاذ حط لهم ارقام بحال هكا ما عندنا ما نديروا، ولكن ممكن هاد العدد اللي تقسم على 36 ممكن يخرج لك شي عدد اللي ممكن تختزلوا مع 36، دونك انت انتبه، واول واحد عطاني الجواب نثبتوا التعليق ديالو ان شاء الله ونخليوه الا كان الجواب صحيح. اوكي نمشيو اخوتي دابا العمليه الثالثه 2.5، عندي كروشي هنايا كبير وعندي اقواس وعندي هنا قسمه، رد البال وعاد عندي هنا الضرب، اذا اول حاجه نحيد الفاصيله، دونك 2.5 غتولي 25 على 10، نضرب في 10 ونقسم على 10، اوكي ناقص عندي الكروشي، هنا خوتي 7 على 10، هنا نحيدوا الفاصيله هي الاولى، دونك 7 على 10، نضرب اخوتي هذه في 10 ونضرب هذه في 10، شنو غتولي؟ غتولي 24 على 50، صافي نضرب هذه في 10 ونضرب هذه في 10، هذه اخوتي جوج نقاط راه كتعني القسمه. صافي هنا خوتي 4 ونص هي 45 على 10، نضرب في 10 ونقسم على 10، ناقص بطل 5 على 6، ما تخلعش من هذه العمليه كتبان لك طويله، ناقص هذه غنحيدوا الفاصيله، فاش نضربوا خوتي نضربوا في 100 حيت عندي جوج ارقام والفاصيله تولي 1 على 100، نضرب في 100 ونقسم على 100، ولكن راه كاين ناقص بين قوسين ونديروا ناقص صافي الشباب. اذا دابا غنختزلوا، نقسموا خوتي هذه على 5، هذه نقسموا على 5 وهذه نقسموا على 5، تنحيد الفاصيله ومن بعد تنفكر في الاختزال عاوتاني، نقسم هذه على 5 تعطيني 5 و10 نقسمها على 5 تعطيني 2، ناقص هنا اخوتي 7 على 10، حتى هنا غنختزل، هنا اخوتي الا رديتو البال ممكن نختزل ممكن نوحد نيشان على 50 باش نربح الوقت، حيت اصلا في الاخر نعاود عاوتاني نختزلو، دونك اخوتي نوحدو انا على 50 صافي، اذا انا غيولي غير اقواس، اذا اخوتي غنضرب هذه في 5 ونضرب هذه في 5 صافي، دونك 7 في 5 هي شحال؟
هي 35 ناقص ديك 24. اوكي قسمها هاد القسمه بعد منا خليها هنا اخوتي عاوتاني غنوحدو. غير هو تيبان ليا الشباب انا غادي نختزل ضروري 45 نقسمها على 5 و10 نقسمها على ايش على 5 صافي ما تعقلش. 45 على 5 هي 9 و10 على 5 بطل هي 2 ناقص 5 على 6 مضروبه في ناقص 1 على 100. انت قربتي بشويه بشويه يلا سير يلا تولي تساوي 5 على 2 35 الى حيت من 4 ش 5 حيد من 4 هي 1 3 حيد من 2 هي 1 دونك تولي اخوتي 11 على 50. حيدنا الاقواس قسمه هنا اخوتي غنوحدوا على 6 راه باينه صافي. نضرب اخوتي هذه في 3 ونضربوا هذه في 3 صافي الشباب تولي 27 ناقص 5 في ناقص 1 على 100 انت غادي سير. دونك 5 على 2 ناقص 11 على 50 قسمه 27 حيد منا 5 حيد منا سيدي 5 غتبقى اخوتي 22 صافي. دونك 22 فوالا على 6 في ناقص 1 على 100 اوكي. دونك ردوا البال الشباب هنا راه عندي قسمه وعندي ضرب الاسبقيه للقسمه فيت اتونسيون هذه نبعد منها. هنا القسمه هذا مقسوم على هذا لا غيكل دو لانفيرس غتولي 11 على 50 في 6 على 22 فيت اتونسيون في ناقص 1 على ايش على 100 صافي. دابا خوتي عندي الناقص وهادي كامله ضرب اذا بطبيعه الحال الاسبقيه للضرب معروفه. اذا 5 على 2 غنخليها. هنا بالنسبه للضرب اخوتي كيف تعلمنا قال لي استاذ ندير كسر كبير صافي ونكتب كل شيء بوزيتيف كيف ما تعلمنا هذا الشيء في الدرس ديال الميتيبليكاسيون ديفيزيون والاختزال. شحال من ناقص عندي؟ عندي جوج ناقصات معناتها تخرج اخوتي بوزيتيف صافي. وغنكتب اخوتي كل شيء موجب 11 في 6 في 1 ولتحت اخوتي 50 في 22 في 100 صافي. ودابا الشباب غادي نديرو الاختزال. دونك كيف ما كتعرفوا الشباب 11 راه غتمشي ليا على 22 دونك اخوتي باش نمشي معكم دقه دقه دونك هذيك 11 غنخليها 6 6 جو بونس غنفكها هي 3 بجوج واحد ما تنعاودوش نكتبوه 50 50 ما غنستافد منها والو غنخليها. بالنسبه ل 22 هي 11 بجوج. دابا 22 ملي فكيتها 11 غتمشي 11 مع 11 صافي. وبالنسبه لهاد 100 واخا نفكها ما غيطرا والو. شي واحد تيقول لك استاذ ولكن راه غتمشي هاد الجوج راه تجي مع الجوج صافي. اذا شنو يبقى لك الفوق؟ يبقى لك ثلاثه يعني هذاك الشيء عرفتي علاش هاد 50 ما فكيتهاش؟ هاد 50 ما فكيتها واحد ما نستافد والو. اذا غتبقى خوتي 50% دونك 50% هي شحال؟ هي 5000 دونك 50 مزيده جوج اصفار. عاوتاني اخوتي غتوحدوا هنا المقامات وغنعاود نخلي لكم هذه واعطيوني الجواب ديالها في اول تعليق اوكي. نمشيو ستاج الوحش واخر عمليه. دونك بالنسبه لهذه عاوتاني نفس البلان ديال هذه غير هو دابا كيتبدل شي شويه. بلاصه ما كنا تنديرو جوج نقيطه زايرين الكسر كبيره عادي. هذه راه قسمه وهذه راه قسمه. دونك خوتي هنا عندي الضرب وعندي قسمه وعندي الضرب. دونك الاسبقيه للضرب. غير هو الشباب غتلاحظوا واحد القضيه هاد العمليه ديال الضرب راه ما يمكنليش نديرها حيت الضرب خاص يكون عندي بحال هكا اعلى بي في سي على دي عدد كسري في عدد كسري. دابا شوف معايا هذا عدد كسري ولكن هذا ماشي عدد كسري. عندي عدد كسري مقسوم على عدد كسري. اذا دابور اول حاجه غنديرو هذه غنخدمها هذه 5 على 1 قسمه او الكسر الكبير مع الضرب. دونك 5 على 1 قسمه شنو؟ قسمه 7 على 7 معناتها بطل. هنا ما يمكنليش نسبق الضرب حتى نقاد هذه القسمه. واش فهمتي؟ خاص هادي خاص تقاد هي الاولى. دونك هادي خصني نقادوها اوكي. غنكمل العمليه اخوتي غنكملو دابا. دونك بالنسبه ل 3 على 2 غنخليها هنا لا غيكل دو لانفيرس غتولي 5 على 1 في 6 على 7 صافي لا غيكل دو لانفيرس. دونك في المقلوب اوكي. هاد القسمه ما نهضرش معاها نخليها هادي راه قسمه وهادي براسها قسمه. هنا اخوتي عندي كسر كبير ديجا راه كنا خدمنا بحال هادي. غنحسب هذاك الشيء اللي الفوق هو الاول وداك الشيء اللي لتحت راه مقاد زويون باش من بعد عاوتاني كاين هنا قسمه. دونك اخوتي هنا غنوحدوا المقامات على جوج راه باينه جوج واحد راه هي جوج على جوج معناتها تولي اخوتي جوج ناقص واحد. واحد هي جوج على جوج جوج ناقص واحد على جوج ناقص خوتي هنا عندي الاختزال. دونك 5 15 راه معروفه راه هي 5 في 3 غنفكيت داك 15 باش تمشي 5 مع 5. نرجعوا اخوتي دابا للسطر. اذا بالنسبه لينا هنا كاين الضرب اسبقي الضرب ممكن نخدمها صافي ولكن ديما نفكر في الاختزال. دونك واش عندي اختزال 3 5 6 ما عنديش اختزال. دونك غادي نحسب 3 دونك خوتي هنا 2 في 1 في 7 هي 14 3 في 5 دونك هي 15 ولا 5 في 6 هي 30 30 في 3 هي 90. دونك هذه حسبتها اسبقي الضرب حسبتها عادي صافي. قسمه هنا خوتي عندي كسر كبير 1 على 2 قسمه 3 على 8
واحد على جوج قسمة ثلاثة ثمانية. أنا خوتي مشات خمسة مع خمسة غتبقى بطال ناقي جوج على ثلاثة. أنت قربتي تسال. إذا رد البال هنا عندي أسبقية القسمة، يعني هذا غيتقسم على هذا، ولكن هذا ما مبقاتش. شو هذا كيداير؟ واش يمكن تقسم هذا على ثلاثة؟ حيت خاص تكون عندك أ على بي قسمة سي على دي. ها أ على بي هاو ها قسمة هاي، واش سي هذا سي على دي؟ إلا إذا اش خاصك دير؟ خاصك تعاود تقادو حتى هو براسو. إذا تولي 90 على 14 قسمة، هذه غتولي واحد على جوج في ثمانية على ثلاثة، فهمتي؟ لا غير قلدو لانفيرس عاوتاني، ناقص جوج على ثلاثة، نرجعو للسطر، دونك 90 على 14 قسمة، هنا خوتي ثمانية، واحد ثمانية ثمانية، جوج في ثلاثة هي ستة، ناقص جوج على ثلاثة. إذا عاوتاني لا بريوريتي لا ديفيزيون عاوتاني، دونك 90 على 14 غتولي مضروبة في المقلوب ديال 8 على 6 بطال اللي هو 6 على 8 عاد ناقص جوج على ثلاثة. وهنا خوتي عاوتاني غنفكروا في الاختزال. إذا بالنسبة ل 90 راه ممكن نقسموها خوتي، إذا ممكن نديروا كسر كبير ونبينوا داك الشيء دقة دقة. إذا بالنسبة ل 14 راه هي 7 في جوج، بالنسبة ل 8 راه هي 4 في جوج، 90 أخوتي راه هي 45 في جوج، و 6 أخوتي راه هي 3 في جوج. صافي، دونك بزاف ديال الصبر الشباب باش تبقاو تقدروا تخدموا بحال هاد العمليات وراكم حتى تخدموهم ما شاء الله، اللهم بارك. دونك اخوتي هنا غيمشي جوج مع جوج وغتمشي جوج مع جوج، هذا هو الاختزال اللي كاين. غتبقى لي اخوتي 45 في 3، دونك 5 في 3 15 ونحتفظوا بواحد، 3 في 4 12 وداك الواحد هو 13، اي خطأ نبون على الشباب. 7 في 4 هي 28 ناقص جوج على 3، وغنعاود عاوتاني نوحدوا انا مقامات. شوف دابا انت وصلتي للدرس الاخر، اكيد الا ما دايش الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث ووصل للدرس الرابع، راه كاين لانتروديكسيون كومباريزون، كاين لاسوم سوستراكسيون، كاين ميتيبليكاسيون ديفيزيون، هاد لي كاتر راه طبيعي. الا كنتي يلاه جاي كتشوف الدرس اول مره وما قاليش داكشي راه ما غاتفهمش، ولكن الا كنتي داير راه غادي تخدم وتفهم. خوتي هذا حاولوا تكملوهم وعطيوني عاوتاني جواب. دونك طلبت منكم ثلاث العمليات، كتبوا لي في اول تعليق ونثبتوا التعليق ديالك يبقى دائما. خوتي بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم والمشاهده ديالكم الفيديو، بارطاجيو الفيديو ماكسيموم اصدقائكم. ما تنساوش العرض بسم الله عبد الرحمن واحد في المغرب، غتلقاو الواتساب لتحت صيفطوا كلمه بسم الله باش تدخلوا الجروب هذا الواتساب، ويكون عندكم حصص وعندكم تواصل مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس وتستافدوا من بريباراسيون الامتحان، برنامج متكامل رقم واحد في المغرب. السلام عليكم.